أهلا بالمشاهدين. من واجب المسؤولية المجتمعية لقناة الشروق نتطرق دائما لمواضيع مهمة أبرز الأيام العالمية. الهدف الأساسي والرئيس لها هي توجيه وإرسال رسائل في بريد الدولة في بريد المجتمع للاهتمام بالفئات العمرية في أي يوم كان، لكن بالتحديد بالأمس كان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم في صباح الشروق حنأكد على كثير من التفاصيل وعلى القضايا مع الأستاذ كمال الجزول، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السوداني القومي معاقين حركيا. اهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بك استاذ، الله يكرمك ويديك العافيه، واشكر قناه الشروق جد يعني الله يكرمك. يعني الله يكرمك. بالعاده يعني كل اصدقائي اللي انا بعرفهم ما بحبوا التجميل بتاع اصحاب همم، وبرغم انه هي دفعه يعني نعم. بيحبوا يسموا الاسماء بمسمياتها نعم. فبرضه انت عندكم الحاجه دي نعم. ما احنا غدر غدا وغدر والزول مقتنع بالغدا والغدر كويس، انه معاق ما خلاص هو معاق تمام. يلا انا داير اخش لك في المشاكل اللي تواجه المعاقين. طيب تمام تمام. داخل طبعا. الاسره تفضل. وخارج الاسره يعني انا من المعاقين، عندنا معاقه انا كان بتذكر اللي لقيتها في ديوان الزكاه، هي بعجله تمشي بعجله، تجي الحافله عشان ترفع عجلتها دي في الحافله فوق، فبقت مشكله يعني الكمسار يجوط وبعض الركاب يجوطوا، يعني ما عارفين دور المعاق، يعني المفروض يكونوا قدموا لها مساعده طالما انه المعاق ده جزء من المجتمع، المفروض يعني الناس تعامله معاملة طيبة جدا. فأنا والله بصراحة يعني زعلان شديد إنه المعاق ده ما بيتعامل معاملة جميلة في حتات كثيرة جدا. هو الجانب الأول إنسان يعني المفروض نعم. من المؤسسات إنه توفر أماكن معينة وممرات معينة للمعاقين نعم. حتى إنه تسهل لهم حياتهم. والله مش كده؟ احنا عارفين دولتنا إمكانياتها ضعيفة وأي حاجة تمام، لكن الإجراءات غيره من الحاجات اللي بتواجه دي المفروض تسهل المعاق، أو مثلاً تتعامل بطاقة، البطاقة دي يكون فيها مسجل أي معاق عنده بطاقة بتاعت صراف آلي كويس، إذا جات قروش من برا السودان داخل السودان من ديوان الزكاة جات من أي حتة يمشي يصرفها، ما يتلتلي ديوان الزكاة وعجل يرفعوها في الحافلة وعذاب، وبكرة قروش كملت وبكرة ما في، دي مسألة ذات عذاب للمعاق يعني. صحيح. في حاجة مهمة بالنسبة للأسر، في أعداد كمية يعني في الأسر من المعاقين حتى حركياً، لكن للأسف ما بيندمجوا في المجتمع أو أسرهم ذاتهم ما بيساعدكم، أنتوا دوركم شنو في الاتحاد بأنكم برضو تتخللوا الأسر؟ والله يعني إحنا بنجيب الأسر، أسر المعاقين والمعاقين فينا، بنعمل احتفالات بنجيبهم كلهم، ناس حاجة جميلة جدا جدا، بندمجهم مع أخوانهم، في معاقين جونا ما بيتكلموا ذاتهم، إلا بعد ما دمجناهم مع أخوانهم بيجوا يتكلموا وبيجوا يخشوا في الناس، يعني زي التوحد كذا، مرض التوحد وكذا، لكن والله يا سي اليوم ما شاء الله يتزوجوا مع بعض علاقاتهم حلوة مع بعض، يعني دي حاجة جميلة جدا جدا. يعني الحاجة الرئيسية اللي ممكن نركز فيها إنه الأسر ذاتها تكون واعية، تعي إنه والله دي ده قضاء وقدر، لكن في حقوق وواجبات على الشخص ده وعلى الأسر برضو إنه لازم توفرها. فأهمية التوعية برضو بالنسبة للأسر إنه تدمج أبنائها في الاتحاد وفي المجتمع. والله ما كلهم بيجوا، هسه عندنا تقريبا 5000 معاق ديون في الاتحاد، الباقيين دول ما بيجوا. 5000 المسجلين عندكم؟ مسجلين، الباقيين دول ما بيجوا نهائي. ما بيجوا ليه؟ لانه ما اعرف انا في حاجه كده ما معروفه منهم هم او خجلانين، لكن الشغله دي قضاء وقدر، زول يكون ايمانه قوي يجيبوا لاخوانه عشان يندمجوا معهم وعنده حقوق، يعني يشوف حقوقه ذات البطاقه، يطلع له بطاقه التامين الصحي تمام، يطلع له البطاقه بتاعت الترحيل مجاني في المواصلات، يعني حاجات زي دي انه بيستفيد يعني. انتوا تحصلتوا على ال5000 ديل كيف؟ هل بدعوه ولا بتوعيه ولا عموما الاتحاد كان فاتح؟ والله توعيه عبر الاعلام، الاعلام طبعا موجود، انتم ما شاء الله ما تقصروا معانا في المعاقين، والناس عارفه هو المعاقين وعارفه محلهم وين واتحاداتهم وين وكده، فالناس بيجوا حتى الصم والبقم بيمشي مكان الاتحاد بتاع الصم والبقم تمام. هلا المعاقين حركيا بيقوم بيجونا نحن هنا، نحن نواصل معك يابا وحنمشي نطلع على الفاصل ونجي نواصل اكثر عشان نتعرف على الأشياء اللي انتم بتقدموها والاحتفال اللي انتم مخططين له ان شاء الله. بعد الفاصل مشاهدينا نواصل. فاصل مدنا المباشر برفقتكم، لا زال الحديث مع استاذ كمال الجزول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السوداني القومي للمعاقين حركيا. اهلا ومرحبا بك من جديد. اليوم العالمي من حيث بيئة والمجتمع والمؤسسات وانه نجيب عن حقوقهم وواجباتهم، انتم مخططوا له كيف عندكم في الاتحاد؟ والله طبعا هو اليوم العالمي ده كل سنه بيتعمل
لكن انا بلاحظ فيه حاجات يعني حتى للخطابات في اليوم العالمي ما بتتنفس كلها يعني صراحه. انا داير الخطاب لما يجي يتكلم اليوم العالمي يجي المسؤولين امامنا داير المشاكل الحقيقيه للمعاغين. المشاكل الحقيقيه للمعاغين، المعاغين ديل بيحتاجوا لاراضي يا جماعه. عندنا 1,000,000 مربع بس عندنا ناس حاليا مؤجرين صراحه. هسه في كمان 1,000,000 مربع جميل معلش يلا كويس يعني مشاكل حقيقيه صراحه الناس تجيب فيها. فمن حق انه انت شايل حامل رقم وطني معاق المفروض يمسحوا لنا ارض تسمى ذو الهمم اراضي لينا نحن المتزوجين والما متزوج برضه حيجي يوم من الايام يتزوج كويس. تكلم عن مساله الصحه الست اللي بتاخذ التامين الصحي دي في علاجات غاليه بقول لك دي خارج التامين فدي في حد ذاتها مشكله تمام يعني دي في عقبات كبيره بتواصلنا. حتى البطاقه اليومين حاليا طلعوا عليها في المواصلات دي الناس بقت ما اخذت لها قيمه يعني يكون ساري اصغر من ولدك يستفزك في المواصلات انت بالرغم انه زي والده ما بيديك كلمه حلوه تمام يقول لك انزل العربيه دي شغاله بمويه ما عارف يعني ما تكون شعارات بس مرفوعه واهداف في كل يوم المفروض يتم تنفيذها على ارض الواقع وعلى الناس تتابعها عشان الناس تاخذ حقها عمل حقيقي تمام. في وزاره الرعايه الاجتماعيه في ديوان الزكاة في المحليات يكون في وفي الاتحاد يكون في اجتماع خصوصا المعارض يتخطى نقاط في الحروف نفذ واحد واحد واحد. وزي ما قبل قلت لك اي مبالغ تجي للمعاغين من ديوان الزكاة ومن اي جهه المعاقد تعمل له بطاقه الكترونيه للصراف الالي تنزل له مباشره انت كنار تعمل لانه في محدين ما محصورين. وزي ما قبل قلت لك المعاقين داخل البيوت الجوا داخل البيوت في ناس ذات سنهم تمام يكون في حصر باحثين اجتماع الباحث الاجتماعي ده بيجي البيت بيدرس الاسره حالات الاجتماع المعاقده حالته النفسيه ما ممكن تكفل لي في غرفه تكون حالته النفسيه سيئه جدا. طيب انتوا كيف بتعالجوا الموضوع ده؟ هل برضه في الاتحاد عندكم اختصاصيين نفسيين اجتماعيين عشان تقدروا تدمجوا؟ والله ما عندنا اختصاصيين نفسيين لكن احنا في نفسنا اختصاصيين من الديوان النكته من الديوان المسرح لانه احنا ضرامين تمام بنحاول نطلع من جو القفله دي والتوحد ده يندمج مع اخوان يتونس معاهم كويس ويضحك معاهم يعني طيب. والله كثير حالات كثير هسه الحمد لله كان ما بيعرف يتكلم ذاته بيجيبوا لنا ناس في حالات ما بيقدر يتكلم ذاته يعني بعيد من الناس فتره طويله جدا. لما ياخذوا حقهم في التعليم بيعرفوا واجباتهم فكيف بتتزعوا الحاجه دي؟ اهم حاجه التعليم. احنا دي ما كبرنا خلاص انتهينا. شوف الاطفال المعاقين بالذات انا دايما تاهلوا تاهيل حقيقي دي البنيه التحتيه دي الصغار دي لما يتاهلوا يتعلموا تمام ده بينفعوا المجتمع. مدارس خاصه اتمنى من المدارس الخاصه تدرس لنا ان شاء الله نفر نفرين يا اخي هسه انت ناس كبار تاهلهم اذا انت قدرت تاهله قدرت تطلع دوره يقرا كمبيوتر هو بيعرف يقرا ويكتب حيقرا لك كمبيوتر كيف؟ ما حيقرا لك صحيح. التعليم مهم وان شاء الله تلقوا مراتكم والمجتمع برضه يقدر يقف عند اصحاب الهمم وكافه انواع الاعاقات عشان نقدر برضه ناكد عليها وندمج حقوقهم في المجتمع. هم قادرين جدا حضورك صباح استاذ كمال الجزولي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السوداني القومي للمعاقين حركين كثر خيرك. دار اهني معلش يعني ممكن اي سريعا الله اهني اسرتي في مدني وولايه السنار والخرطوم واهني كافه المعاقين وفي فيلم بصمه امل اللي اجتهدوا فوقه وعملوه والمخرج عمر يوسف البجرة ان شاء الله ان شاء الله حنعرضه لاحقا ان شاء الله كثر خيرك.